بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين كلكم اللي مثلا يعيش في الدول الأوروبية أو اللي يزور دولة أوروبية، وحتى للأسف في بعض الدول العربية البنات في الشارع يلبسون تقريبا نفس اللبس. الآن طلع موضة الشورت الجينز، في بعض البنات يلبسون حمالة فوق، يعني البطن طالع ومن تحت كله طالع، الكتوف والصدر كل شيء طالع. أخوان الأفاضل هذا اللبس، أيضا البنات على البحر يلبسون هذا اللبس. حرية حر، نعم نعم حر، انطلقي يا بنت وسوي اللي تبين، نو بروبلم، ما في أي مشكلة. لكن أنت لما تطالع الإنسانة هذه وتقط لك كلمة وتتحرش أو مهما تسوي، حبس 6 شهور وقد يصل إلى سنة، وقد يصل في بعض الدول إلى 5 سنوات. 5 سنوات إذا أنت طالعت وقلت كلمة. وحرية إن المرأة تفصخ وتتعرض. طبعاً طلعوا العلمانيين عندنا في الدول العربية، المقاريد، البعض العاهرات اللي يقول لك هلعوا عينه هلعوا عينه، يعني أنا عشان طالعت تقلعون عيني صح؟ والبنت أنا تلبس بهذه الطريقة كأنها عاهرة حرية صح؟ والله نفاق. لابد أن يطلع قانون جديد، مثل ما أنتم تتهمون الرجال بالتحرش، هذه طريقة اللبس تحرش بالرجال. أنا لما أشوف أو أتكلم تحرش بالنساء، لابد أن أي إنسان، إذا أنتم تطبقون شرع الله، هل إنسانة حبس 6 شهور. إيش رأيكم؟ نعم حبس 6 شهور. تركوا عنكم النفاق وحرية وما حرية من هالكلام الفارغ. أتمنى الرسالة تكون وصلت.